بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة العلاقات العامة في المجال التطبيقي. نكمل الحديث حول تخطيط برامج الأزمات من خلال شرح مفهوم اتصالات الأزمة والأسباب التي تدعونا إلى الاهتمام باتصالات الأزمات، وكذلك عرض خطوات ومراحل التخطيط لمواجهة الأزمة من خلال شرح دور العلاقات العامة في مرحلة ما قبل الأزمة. وفي البداية نعرض لمفهوم اتصالات الأزمة، والتي نقصد بها مجموعة الاتصالات التي تجريها العلاقات العامة في ظل ظروف وضغوط غير اعتيادية. أهمها أولا غموض كثير في المعلومات والحقائق والملابسات التي تلف حول أحداث الأزمة. ثاني حاجة اللي هي تغطية سلبية شديدة من وسائل الإعلام ومطاردة استفسارات الإعلاميين للمؤسسة وإدارتها. ثالث حاجة في مواقف سلبية من واحد أو أكثر من جماهير المؤسسة بتهدد بعواقب سلبية كبيرة على المؤسسة من الناحيتين المادية والمعنوية. ويمكن القول أن هناك العديد من الأسباب اللي بتدعونا إلى دراسة الأزمات تحت مظلة العلاقات العامة. أول هذه الأسباب، الأزمات تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام، لأن الأزمات بتعتبر مادة خصبة ثرية لوسائل الإعلام بتحظى بتغطية على نطاق واسع، وبتسعى الوسائل لإرضاء جماهيرها، لأن في حاجة إلى المعلومات متأصلة بعمق النفس البشرية. الناس في حاجة إلى أن يعرفوا الأخبار، خاصة لما بيكون في أزمة. ثانيا أن المشتغلين بالعلاقات العامة بيعتبروا أحد مصادر المعلومات الهامة لوسائل الإعلام، حيث يعد تقديم الخدمة لوسائل الإعلام جزءا من عمل ممارسي العلاقات العامة. وبناء على نوعية هذه الخدمة قد تتكون علاقات طيبة أو سيئة للشركة مع بين المنظمة أو المؤسسة ووسائل الإعلام. ثالثا أن الكيفية التي يتعامل بها المشتغلون بالعلاقات العامة مع الإعلاميين بتؤثر على طبيعة التغطية الإعلامية للأزمة. إن مسؤول العلاقات العامة عند حدوث الأزمات ينبغي عليهم التعاون مع وسائل الإعلام وبذل الجهد للتجاوب مع تساؤلات الإعلاميين وتقديم الحقائق بشكل سريع ومستمر. وإن كانت التغطية مرتكزة على الحقائق فإن موقف المنظمة يمكن أن يكون قويا. ونقدر نقول إن جهاز العلاقات العامة في المنظمة لو نجح في إيجاد علاقة طيبة مع الإعلاميين، ده بينعكس على ثقة الإعلاميين في المنظمة، وده بيؤدي إلى حاجتين. أولها تقديم الوسائل لمعلومات معينة تحتاج المنظمة إلى إعلام الجماهير بها. يبقى تقديم الوسائل لمعلومات معينة تحتاج المنظمة نفسها إلى إعلام الجماهير بها. منح المنظمة معاملة عادلة أو على الأقل تغطية متوازنة عن الأزمة. رابع حاجة إن الأزمات بتستقطب اهتمام السياسيين، لأن الأزمات بتحظى باهتمام واسع من جانب السياسيين وجماعة المصالح الخاصة الذين يحاولون استثمارها لتحقيق نوع أو آخر من المكاسب السياسية بشكل يخدم مصالحهم. وعلى جهاز العلاقات العامة أن يضع خطة أو يضع ضمن خطته تصورا لنوعية هذه الشخصيات والجماعات وأهدافها ونوعية علاقتها بالمنظمة والاحتمالات المختلفة لردود أفعالها والاستعداد لمواجهة ذلك كله. خامس حاجة التأثير العميق والمدمر للأزمات على الشركات والهيئات. وبنقول ده بيكون فيه عواقب على سمعة المؤسسة وصورتها، الأمر الذي قد يؤدي ويشكل في كثير من الأحيان الفرق بين استمرارية المؤسسة أو فنائها. وقد أكدت السنوات الأخيرة أن تأثير الأزمة لا يقف مردوده السلبي عند حد شركة بعينها، بل قد يتجاوزه إلى قطاع بكامله في الاقتصاد، كقطاع صناعة الحديد والصلب والسيارات مثلا في الولايات المتحدة إبان فترة السبعينيات، والقطاع المالي في الأزمة التي تعاني منها دول شرق وجنوب آسيا. ولذلك ينبغي أن يكون بقاء المنظمة واستمرارها واحتفاظها بصورة إيجابية ضمن أهداف العلاقات العامة. بعد كده بنعرض للخطوات ومراحل التخطيط لمواجهة الأزمات. ده بنقول دور العلاقات العامة في مواجهة الأزمة قبل حدوث الأزمة. بنقول إن الأزمة قبل كده مرت بتمر بثلاث مراحل،
وإن المنطق العلمي السليم بيقتضي التخطيط لمواجهة الأزمة قبل حدوثها وعدم الانتظار حتى تعلن الأزمة عن نفسها بوضوح. ويرى جون بيرش أن جهاز العلاقات العامة عليه أن يعد خطة لمواجهة الأزمة، وأن يقوم بتجربتها على مواقف مصطنعة، وأن يحاول إيجاد علاقات قوية مع الجماهير المؤيدة للمنظمة، هذا إلى جانب دعم سمعة المنظمة. بنقول أن جهود العلاقات العامة قبل حدوث الأزمة تتمثل فيما يلي: أولا، دراسة البيئة المنظمة، دراسة البيئة اللي هي المنظمة وجماهيرها، جمع المعلومات عن المتاعب المحتملة التي يمكن أن تواجه المنظمة وتتحول إلى أزمات. تالت حاجة، تطوير استراتيجية اتصالية لمنع الأزمة إن أمكن ذلك ومواجهتها عند حدوثها. في بعض الخطوات اللي هي أولها زي ما قلنا دراسة المنظمة وبيئة عملها. لا يمكن وضع خطة دون الاعتماد على البحث، إذ هو عملية هادفة تتضمن جمع المعلومات لغرض محدد يتعلق بإجابة عن تساؤلات معينة وحل مشكلات قد تصادفنا. البحث كعملية من عمليات العلاقات العامة عبارة عن جهد أو جهود تمهد لأي نشاط من أنشطتها، كما أنها تساير هذا النشاط وتقومه بعد الانتهاء من من تنفيذه. في مصادر يمكن الحصول عليها على المعلومات تغطي العناصر السابقة: أولها رئيس المنظمة أو الهيئة، يمكن الحصول منه على معلومات كثيرة تفيد إعطاء ملامح هامة لصورة الهيئة. في عندنا المديرين ورؤساء الأقسام، في عندنا الجولات الميدانية داخل أقسام العمل الإنتاجية. ثانيا، تحديد الأهداف. بنقول إن تحديد الأهداف هو الخطوة الأساسية للتخطيط، لأنها تحدد الخطوات العامة لنشاط العلاقات العامة خلال فترة زمنية، وتساعد على حصر الموارد المتوفرة لتحقيق تلك الأهداف، كما تستخدم كأداة إدارية لتقويم الأداء والتنسيق في العمل. وبنقول على الرغم من اختلاف المنظمات واختلاف الأزمات التي تواجهها، إلا أنه يمكن وبصفة عامة أن نحدد أهداف اتصالات الأزمة فيما يلي: أول حاجة، محاولة منع وقوع الأزمة إذا أمكن ذلك، التصدي للأزمة عند وقوعها بأكبر قدر من الفاعلية، توزيع المهام والأدوار على الأجهزة المختلفة، وإحداث أكبر قدر من التنسيق بينها لمواجهة الأزمة وحصر وتوفير الموارد اللازمة، وتقليل الخسائر إلى أدنى حد، وتوفير سرعة الاستجابة، زيادة قدرة المنظمات على التعامل مع وسائل الإعلام، استعادة المنظمة لعافيتها في أقصر فترة زمنية ممكنة، واستمرار أدائها لدورها في المجتمع، تخفيف الآثار السلبية اللازمة وإزالة رواسبها على مستوى الجماهير الداخلية والخارجية، الاستفادة من معطيات الأزمة ونتائجها لمنع تكرار الأزمة في المستقبل. كمان ثالث حاجة، تشكيل فريق عمل الأزمة، الخطوة رقم 3، ودي بتعني أنه لا ينهض به شخص واحد الأزمة أو اتصال الأزمة، مش شخص واحد هيقوم به، ولكن لازم يكون في عندنا فريق هو ذا مهمة أو ليه مهمة، وهي الاتصال أثناء الأزمة. في العديد من الأسس العلمية الواجب مراعاتها عند تشكيل الفريق. ينبغي أن يتشكل الفريق من رئيس مجلس إدارة المنظمة وبعض النواب، إلى جانب مدير العلاقات العامة والمسؤول عن إدارة البحوث. كمان يجب أن يتراوح عدد أفراد هذا الفريق ما بين 6 أفراد و8 أفراد، مع أهمية اختيار فريق آخر قليل العدد بمثابة المساعدين للفريق الأصلي. كمان اشتراك هذه المجموعة في التخطيط بيؤدي إلى طرح معلومات كثيرة تفيد عملية التخطيط. يتم اختيار شخص ما ليقوم بدور المتحدث الرسمي باسم المنظمة من بين أعضاء الفريق الأساسي، بحيث تتوفر فيه شروط معينة: الفصاحة، الخبرة، المعرفة الواسعة بالمنظمة، القدرة على التصرف السريع والسليم والتقدير السليم للأمور، والدراية بكيفية التعامل مع وسائل الإعلام. كمان ينبغي توزيع المهام على هؤلاء الأشخاص، بحيث يتولى كل فرد مهمة معينة. في عندنا متحدث رسمي، شخص يقوم بتجهيز البيانات للإعلاميين، شخص يتولى مهمة التنسيق بين أعضاء الفريق، وآخر يتولى مهمة تجهيز أدوات الاتصال. رابع حاجة، تحديد الجماهير المستهدفة. والهدف من تحديد الجماهير هو الوصول إلى قطاعات المجتمع التي لها علاقة بأهداف الاتصال، وهذا إلى جانب توفير الكثير من الجهود والنفقات.
لأنها ترتكز على الهدف بشكل مباشر، فلا تشتت الجهود دون أن تصيبه. كمان نقدر نقول إن الجمهور الذي يمكن الاتصال به عند حدوث الأزمة يتمثل في النوعيات التالية: الجمهور المتأثر بالأزمة تأثر مباشر، الجمهور الذي يمكنه التأثير على المنظمة، الجمهور الذي يمكن أن يتأثر بالأزمة لاحقا، الجمهور الذي يحتاج إلى إلى معلومات. طبعا عندنا في قنوات الاتصال نقدر نتواصل بها مع الجمهور، أولها المؤتمرات الصحفية، عندنا النشرات الصحفية، المقابلات، الإعلانات، النشرات الإخبارية المرئية، خطابات لأفراد ذوي أهمية خاصة، وهكذا إلى غير ذلك من الوسائل. بعد كده عندنا تحديد رسائل الاتصال. بنقول إن فريق العمل لابد أن يحدد نوعية الرسائل الاتصالية التي يمكن بثها أثناء الأزمة. بينصح الخبراء بضرورة أن يحرص المتحدث الرسمي باسم المنظمة وهو يجيب عن أسئلة الإعلاميين أن يقدم في ثنايا إجابته مضامين معينة تمثل استثمارا للجوانب الإيجابية للمنظمة. ومن النقاط التي يمكن التركيز عليها إبراز اهتمام إدارة المنظمة بالعاملين، وأنها تقوم بإشباع حاجاتهم الإنسانية وتحقيق العدل في معاملتهم، وتتيح لهم فرصة الارتقاء والتقدم، وتصغى لشكواهم وتظلمهم، وتحسن ظروف عملهم باستمرار، وتوفر المزايا الاجتماعية لهم ولعائلتهم. كمان لازم يكون عندي تأييد داخلي وخارجي للخطة اللي أنا عاملها. لازم أضع في الحسبان أن أنا لازم أخد دعم من المؤسسة، أخد دعم من الإدارة العليا للمؤسسة. لازم الكل يكون على قلب رجل واحد في وضع الخطة. ينبغي أن تحظى خطة الإدارة بتأييد المنظمة عبر مستوياتها المختلفة، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال قيام جهاز العلاقات العامة ببعض الجهود، من أهمها إشعار الإدارة العليا بأهمية اتصال الأزمة حتى تقتنع بأهمية الخطة وضرورة دعمها. ينبغي أن يكون كل المساهمين في تنفيذ الخطة من الذين اشتركوا في وضعها لضمان تحمسهم لتنفيذ أفكارهم. كمان المقصد الأول لإقرار الخطة وتأييدها هو الإدارة العليا، لأن ذلك يسهل أمن الحصول على تأييد الجميع. سابع حاجة، تدريب المتحدث الرسمي. ينبغي اختيار المتحدث الرسمي وفقا لاعتبارات موضوعية، بحيث يعكس هذا الشخص العديد من الخصائص، من أهمها المعرفة الكاملة بالمنظمة، والقدرة على نقل صورة ذهنية إيجابية عنها، والتقدير الواضح لأهمية العلاقة بين وسائل الإعلام أو مع وسائل الإعلام، وامتلاك القدرة الاتصالية والخبرة الواسعة التي تمكنه من التعامل مع الأزمات. تامن حاجة، إعداد مركز للإشراف على اتصالات الأزمة. لازم يكون عندي مركز يدير الأزمة للسيطرة على تدفق المعلومات، وهناك بعض الجوانب التي يجب مراعاتها بشأن إعداد هذا المركز، وهي ضرورة تهيئة المكان ليكون ملائما لعقد المؤتمرات الصحفية. كمان من الأهمية أن تستعد المنظمة للتعامل مع العدد المتزايد من القنوات التلفونية التي أو التلفزيونية التي سوف تنهال على المنظمة عند حدوث الأزمة. ده كان عرض سريع لخطوات ومراحل التخطيط لمواجهة الأزمة. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.